وقفه احتجاجيه البحر البحار البحار حنا بصفتنا كتمثيليه كنمثلوا البحار، وانا حق من حقوق ديالي انا كبحار نطالبون بالتغطيه الصحيه، لانه من شهر 5 6 7 8 9 ليس لدينا تغطيه صحيه وتعويضات عائليه. كنطالبوا لا سينيسيس باش تدير لنا التغطيه الصحيه ديالنا، وكنطالبوا الوزاره ديال الصيد البحري باش تجي توقف معنا وتشوفنا وتشوف المطالب ديالنا. كنطالبوا بديكلاراسيون لكميه الاسماك اللي في المركب اللي كنجيبوا، كنطالبوها باش انها تقيد كامله، تقيد دخل تقيد باش كان حنا نتعوضوا على التغطيه الصحيه والمسائل ديالنا القانونيه. كنطالبوا ب 8 سنين ديال لا سينيسيس اللي كيديروا لنا هما 8 سنين الاخره هي اللي كتحكم لنا بلا سينيس باش ناخذوا لانتريت، غير مع غير حق هذا حرام حرام. انا خصها تكون لا سينيس خصها تقبل منا كل شيء السنين كامله. كاين اللي مسكين عيا جاي من الصحراء وبغى يخدم هنا في مدينه اسفي في جديده في صاويره اي مدن، عيا من الغربه بغى يجي حدا ولادو كيقبلوا لي 8 سنين الاخرى، غير معقول. زائد ثاني الصناديق اللي مطبقاهم الدوله لا بغيناهم يكونوا، والميزان دخل الميزان قانوني كل شيء يكون ديز قانوني باش انسان يتخلص على ياخذ حق من حقوق ديالو. حنا بنا البحار يعيش عيش كريم، انه وكأن الناس انه بحار راه موارد بشريه هائله في مدينه اسفي كتشتغل في هذا الميناء كتدخل موارد بشريه وكتدخل ثاني مدخول كثير. كاين مدخول كاين مدخول اللي ما دخلش فيه الدوله كيخرج هذاك الشيء نوار. الدوله حتى هي ما يخيطش الحق ديالها، حتى هي الدوله خصها ضريبه عن الضريبه كتاخذ ضريبه في الارباح، حتى حنا مع الدوله بغيناها تاخذ حقها وحنا ناخذوا حقنا. هذا الشيء اللي كيبغينا الجهات مسؤوله كمندوب كالوفيس التابع للمارشي كناس اللي مسؤولين يجوا عندنا يحاورونا باش كنطالبوا حق من حقوق ديالنا الشرعيه والسلميه ووقفه احتجاجيه سلميه. كاع البحاره كيطالبوا بحق حقوق ديالهم. باش يوصلكم جديد ديال اسفي الان تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي.